الرحمة فتح قضايا مشاكل الصحة. وأتذكر جيدا إن وقت حادث أسيوط المروع عديدا من البرامج من غير ما احنا نعرف نوصلها من نفسها علقت على الحدث وعلى الناس اللي توفت نتيجة هذا الحدث. إن لو كان الحكومة سمعت كلام الأطباء وأهمية تجهيز المستشفيات بشكل محترم كان بالتأكيد عدد الضحايا هيقل. وكل الحالات بعد كده اللي اصيبت خرجت وبعافيه وبصحه وفي حاله كان قطعت يدها واحنا حولناها بسرعه لمستشفى اسيوط الجامعي وتم التعامل معاها وتم توصيل اوطان ويد الطفل الان سليمه. فلم يتم اي شيء بخصوص هذا الموضوع. فهذا الموضوع يا دكتوره الدولة ليها علاقة برضو بحركة سيارات الإسعاف. سيارات الإسعاف راحت متأخر ساعتين، ده ليه علاقة بعدد الحالات اللي اتوفت ولا لأ؟ مستشفى أسيوط الجامعي طلع المدير بتاعها يتكلم إن مفيش في الاستقبال بتاعها ولا في العناية أمبولات صوديوم بايكارب، دي أمبولة بتسعين قرش ولكنها بتنقذ حياة. وما يصحش ان يبقى في عنايه مركزه ما فيهاش انفول صوديوم بايكارب، ما يصحش، مش ممكن. الحقيقه ده موجود في مستشفى اسيوط الجامعي وفي مستشفيات عديده كبرى. فدي يعني وضع المستشفيات وضع الناس مش محتاجاني انا ادلل عليه.